تتميز الأغنية المهرية بتعدد أوزانها وإيقاعاتها، ويعد الفن المهري غنياً بقوالبه المختلفة وأصواته الفريدة التي تمتلك في ثناياها تنوعاً واسعاً تتميز به عن غيرها من الفنون الغنائية الأخرى. وتختلف الألوان الغنائية المهرية بحسب المناسبة التي تغنى لها، وغالباً ما تستخدم الإيقاعات البسيطة التي تعتمد على ميزان بسيط وسهل على المغني تعكس بساطة المجتمع المهري وحبه للفن. وظلت الأغنية المهرية لفترة طويلة محدودة الانتشار لا تتعدى جغرافية المجتمع المهري، ولكن مع بروز أصوات جميلة في العقود الماضية استطاعت السفر إلى أماكن بعيدة ووصلت للمجتمعات المجاورة ونالت إعجاب الكثيرين. ويعود الفضل في انتشار الفن المهري واتساع رقعة جمهوره إلى كوكبة من الفنانين المهريين، على رأسهم سفير الأغنية المهرية الفنان عسكري حجيران والفنان محمد مشعجل وتوفيق نهيان وعبد الله حبريش وغيرهم من الأسماء البارزة في حقول الفن المهري. كلما حطيت راسي طار. ويأتي الدور في وقتنا الحاضر على المواهب الصاعدة للعمل على تجديد الأغنية المهرية والابتكار الملائم لمستوى تطور فن الغناء والموسيقى في بنية ومفردات النص الغنائي ومواضيعه والخروج على أساليب التلحين التقليدية التراثية دون المساس بالجوهر الذي يتميز به الفن الغنائي المهري. علشانك يا